بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس رقم 39 من دورة أتوبي ميديس الإصدار الثاني تحت رعاية وقف أونلاين دوت كوم. هناخد النهاردة إن شاء الله يا إخوانا شيء اسمه الديبندنسز، وهي البرامج المعتمد عليها، وهي تحديد البرامج التي تعتمد عليها برنامج، تمام، أو المشروع أثناء تشغيله لدى المستخدم. أبلغ المستخدم عنها إن لم تكن موجودة وأضافت رابط لو أتيحت لك. بمعنى يعني أنا هتخيل إن البرنامج بتاعك مثلا لقراءة ملفات البي دي إف، وقلنا في عنصر أو أوبجكت البي دي إف أو كائن البي دي إف، إن البي دي إف إخوانا بيعتمد على إيه؟ على دوال، حاجة اسمها دوال أو فانكشنز لبرنامج أكروبات ريدر. طيب افرض برنامج أكروبات ريدر مش متاح لدى المستخدم، تظهر له رسالة: لو سمحت أنا عايز أكروبات ريدر إصدار كذا، تمام، وحضرتك ممكن تنزله من رابط، تفضل أهو، تعال نجرب، تعال نجرب. هندخل على الديبندنسز، هتلاقي عندك، تمام، بعض من البرامج اختلف عندي عن عندك، زي أكروبات، أدوبي فلاش، إنترنت، الاكسل، باوربوينت، وورد، فايرفوكس، كويك تايم، الريبلير، والويندوز ميديا بلاير. تمام، طيب تعال نشوف. انا هجرب مثلا الكويك تايم لان شفته، او الاكروبات والكويك تايم الاثنين. يعني انا هخلي البرنامج بتاعي قبل ما يشتغل يتاكد ان البرنامجين دول بالاصدار اللي انا حاطه تحت موجود. تمام، برنامج ادوبي اكروبات 4 وبرنامج كويك تايم 6/3، اتفقنا؟ طيب هنا خلي بالك، ممكن تعدل اسم البرنامج، ممكن تكتبه بالعربي اهو مثلا، وليكن بلاش ده، نسيبه زي ما هو، نعدل في ده، هقول مثلا ايه، وقف اونلاين، اتفقنا؟ تمام. هنا بتحط، يعني انت اللي بتحدد الاسم وانت بتحدد الاصدار، تمام، يعني خلي بالك انت ممكن تعدل في دول اصلا. تمام، هنا بتعدل في الاصدار، ها بتعدل في الايه، في الاصدار، اقول له سمحت اقل اصدار 6/3. طب افرض عنده 6/5 يعدي، لا أكبر. لكن افرض عنده 6.2/10، لا اقل، يبقى خلاص. تمام، طب الرساله هتظهر له اثناء تحميل، كليك هير تو داونلود مثلا، اهو اهو نعدلها، من فضلك اضغط هنا للتحميل، او لتحميل الايه، البرنامج. تمام، وهنا بتضغط اللينك، هو هاتهولك جاهز قبل كول تايم، خلاص. طيب هنا المتغير، هنا الايه، المتغير بتاع الايه، البرنامج اللي احنا شغالين بيه، خلاص. طيب وهنا الريكوايرد، يعني مطلوب، بمعنى لو انت قلت له فولس البرنامج ممكن يكمل من غيره، هتيجي رسالة تحذيرية، اه لكن البرنامج ممكن يكمل من غيره عادي، لكن لو قلت له لو البرنامج مش موجود خلاص هيقف، لا انا بعتمد عليه اعتماد كلي، خلاص انا هقف مش هكمل الا لما توفر لي البرنامج ده. طيب تعال نجرب فولس بعدين نجرب تاني. تمام، طيب هنا ديالوج، الرساله اللي هتظهر له عشان تعرفه الحاجات اللي ناقصه، هنا بقول لك ميسنج تكنولوجيز، تمام، التطبيقات اللي ايه، اهو اقول له تطبيقات مفقوده، تمام، وتظهر له هنا اي رسالة، خلاص. وهنا زرارين، زرار الخروج هقول له مثلا ابورت خروج وكونتينيو استمرار، خلاص. ولو عايز تظهر له ملف هيلب هيبقى عليه هيلب اهو، اسمه هيلب، وتخليه مساعدة، وهنا تحط له رابط الهيلب سواء في الجهاز او ها في موقع، سواء في الجهاز او موقع، اتفقنا؟ في مشكلة في كده؟ تمام، تعال نحط مثلا موقع وقف اونلاين دوت كوم، خلاص، تمام، اوكي. تعال نجرب نشغل البرنامج بتاعنا. لحظة، انا قلت له الادوبي والايه والكويك تايم، جات لي رسالة بقول لك تطبيقات مفقودة، ها خلي بالك، قال لك الكويك تايم، ما جابش الادوبي ريدر ليه؟ لان بالفعل انا مسطب الاكروبات ريدر اهو، فهو اصلا بيسطب معاه الاو بي ايه ريدر اللي هو عايزه، اتفقنا؟ ولاحظ لما اضغط عليه
هنا بقول لك من فضلك اضغط هنا لتحميل الايه البرنامج. لو انت ضغطت دبل كليك هيفتح لك الايه، تمام، فتح لك المتصفح عشان تبدأ منه تنزل البرنامج. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب جميل جدا. هنا هتقول له خروج، هتخرج من البرنامج اصلا. خلي بالك ده البرنامج ده بتاعنا اللي هيفتح، هتخرج من الايه البرنامج خلاص. استمرار هيستمر، هيلب هيوديك للموقع اللي انت ظبطته في الايه في الهيلب، تمام، اللي احنا ظبطناه لموقع وقف اونلاين تقوم. في مشكلة في كده يا اخوانا؟ اظن الى الان بفضل الله كل شيء سهل. يبقى لو انت عايز امتى تستخدم الكلام ده، لو انت عايز تظبط ان المشروع بتاعك يتطلب برامج معينة. طيب هقول له خروج، لاحظ هيخرج من البرنامج مش هيفتح اصلا. طب لو شغلته في نفس الحال وقلت له استمرار، تمام، اسف شغلت الصفحة فقط، شغل المشروع ككل، لاحظ هقول له استمرار هيفتح البرنامج. فتح البرنامج، فاكر الفلاش، فتح البرنامج بتاعي. ليه فتح البرنامج مع ان هو مطلوب؟ لا، اصل انا قلت له هنا في التطبيقات في الكويك تايم مطلوب، قلت له لا مش مطلوب، اقول له لا مطلوب. يعني لو ما لقاهوش استحالة البرنامج بتاعك يكمل ويدخل في الايه في الصفحات والفورمز بتاعك. لاحظ مش هتلاقي استمرار نهائي، مش هتلاقي ايه، ها، استمرار نهائي خلاص. انت فاهمني؟ خلاص هو لا المساعدة لا الايه لا الخروج. اتفقنا يا اخوانا؟ تمام، اظن كده بفضل الله عرفنا معنى الديبندنسز، اسف مش دي، وقلنا هنعتمد عليها في قدامك البرامج، وعرفنا نعدل في ده. خلي بالك الناس هتسأل ده متغير لكل برنامج، ده متغير لايه؟ لكل برنامج، الا لو عرفت انت متغير البرنامج ممكن تضيف برنامج ايه جديد. اتفقنا؟ كل ده بيبقى متغيرات عشان يشوف الاصدار بتاع الايه البرنامج اللي موجود، ايه البرنامج اصدار البرنامج اللي موجود عندنا خلاص. وفضل الله فينا ازاي نغير الديالوج، تمام، وازاي نحط لف هيلب او نشيله، ولو حطيناه نظبط اللينك بتاعنا سواء على الجهاز او طبعا لو على الجهاز هتخصص صفحة HTML زي ما هو جالك كده، ممكن تظبط مثلا بلاش ده اي ملف. لو دخلت مثلا بروجكت ممكن تدخل مثلا في تراي، تمام، ممكن تظبط تراي تي اكس تي هيفتح له تراي تي اكس تي. اتفقنا يا اخوانا؟ تمام، عرفنا فائدة استخدام دي عشان تعلم المستخدم اللي استخدم البرنامج، تمام، اللي انت عايز حاجة معينة، في حاجة عندك ناقصة البرنامج مش هيتم الا بيها. لو البرنامج مش هيتم الا بيها كليا هتقول له ترو، محتاجه ما يكملش الا بيه. لو قلت له فولس، تمام، زي ده هتقول له فولس يكمل بيه عادي مش هيأثر معانا كتير. تمام، يا رب يكون ربنا وفقني ان اقدر اصل المعلومه. اسالكم الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.